خطوة على طريق العودة لإيقاع الحياة الطبيعية، والطفولة لها نصيب من الرعاية والاهتمام عبر أنشطة متنوعة هنا في مركز إيواء مدرسة الفيض في جبلة، بالتوازي مع الرعاية الصحية وتأمين كل الخدمات. ونزلنا على الأرض واشتغلنا بمراكز الإيواء بالملعب البلدي وبالمدينة الرياضية، ونحن اليوم متواجدين بمركز إيواء بمدينة جبلة. مؤسسة خدمت كذا مركز إيواء باللاذقية وبالريف وبالحفة وبسطام وبجبلة كمان. بعدين بالتنسيق مع الأمانة السورية للتنمية استلمنا مراكز إيواء جبلة اللي هن 5 مراكز، مشان إدارة المراكز، مشان ضبط توزيع المعونات. فعاليات حلوة كتير كانت حلوة وفيها أشياء كتير ممتعة، وكتير كانوا الأفلام يعني الأفلام الكرتون كتير كانت حلوة بقلبها. كنا ساكنين بالبرجان وقت صارت الهزة، كان وضع مرعب. لما خلصت الحمد لله على خير، كانت شي دقيقة، ظلت شي دقيقة كاملة تقريبا. طلعنا من البيت وخلينا خالص، يعني ما عاد رجعنا عليه لأن كان طابق تاني، خفنا كتير من الوضع هناك. وضعنا هون الحمد لله هلا تمام، ماشي حاله. والله الحمد لله زين. لا الحمد لله، ترى هنا شوية ارتاحينا. الدعم النفسي للأطفال هدف مشترك نحو التعافي، تنصب جهود الجهات المعنية والأهلية لتجسيده وتحقيقه يوما بعد يوم.